السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة كرخ العلوم، كلية التحسس النائي والجيوفيزياء، قسم الجيوفيزياء، محاضرات الماجنتيك جيوفيزيكس، الجيوفيزياء المغناطيسية للمرحلة الثانية. أعزائي الطلبة، نستمر محاضرتنا الثانية بموضوع الماجنتيك ميثود، ونستمر بالتكلم على المجال المغناطيسي الأرضي والمكونات الأساسية للمجال المغناطيسي الأرضي. وكما ذكرنا في المحاضرة الماضية بأنه الكومبوننتس اوف ذا ماجنتيك فيلد اوف ذا ايرث ماجنتيك فيلد تتألف من المكونات التالية. انه عندنا المين فيلد اللي هو هنا مرمز له بالرمز F، ومرات في بعض المصادر يرمز له بالرمز B، وعندنا بالمركبات ان المركبة الأفقية للمجال المغناطيسي الأرضي اللي هي الـ H، واللي تشير إلى اتجاه الشمال المغناطيسي الماجنتيك نورث، وعندي المركبة العمودية اللي هي الـ Z، وعندي زاوية الميل المغناطيسي الانكلينيشن أنجل اللي هي محصورة ما بين المين إيرث فيلد اللي هو الـ B أو الـ F، وبين المركبة الأفقية اللي هي الـ H، وعندي الـ Declination Angle أو الانحراف المغناطيسي واللي مثل لي الزاوية المحصورة ما بين المركبة الأفقية H اللي هي تشير إلى اتجاه الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي أو الشمال الحقيقي اللي هو الـ True North. If a compass is placed in the vicinity of magnetic or a magnet and moved along the direction it is pointing, it traces a path from one end of the magnet to the other. Many such paths start in at different points. These paths represent the lines of a magnetic field. لو كان لدينا بوصلة، وكما موضح في هذا الشكل، وهذه هي أبرة البوصلة، والبوصلة هي عبارة عن أبرة حرة الحركة، وهذه الأبرة هي ممغنطة عبارة عن مغناطيس صغير، تمتلك نورث وساوث، قطب شمالي وقطب جنوبي. فلاحظ أنه من حركها ضمن أو بتأثير مجال مغناطيس معين، فدائما أنه الأطراف مال هاي الأبرة تشير لي إلى اتجاه القطب، ومثل ما موضح في الشكل، التجربة اللي نجريها عادة انه من نضع مغناطيس اسفل ورقة، والورقة ننشر عليها برادة حديد، راح نلاحظ انه برادة الحديد راح تترتب بشكل خطوط. هذه الخطوط تمثل لي الخطوط المجال المغناطيسي الماجنتيك فيلد لاينز. طبعا الحقيقة هي الأبرة دائما تشير الى الأقطاب اللي هي أبرة البوصلة، ودائما احنا من نحمل البوصلة نحملها بشكل أفقي، لكن هناك ميل آخر لأبرة البوصلة لا نلاحظه، وهو ميل إلى الأسفل أو إلى الأعلى باتجاه الجسم الممغناط. وكما سنلاحظ لاحقا عندما نشرح الميل المغناطيسي. A compass points to the magnetic north because it aligns with the earth magnetic field lines. The earth magnetic field can be approximated by a dipole magnet tilted about 11.5 degrees from its rotation axis. Magnetic north differs from true geographic north. إذا احنا نعتبر الأرض هي عبارة عن مغناطيس كبير الحجم، فالمحور المغناطيسي للأرض اللي هو يمثل لي الماجنتيك نورث راح ينحرف عن محور الدوران الحقيقي للأرض بمقدار 11.5 درجة. ولهذا فللأرض اتجاهين شمال، واحد يعبر عن الشمال المغناطيسي اللي هو يمثل المحور المغناطيسي للأرض، والآخر يعبر عن الشمال الجغرافي اللي هو الشمال الحقيقي للأرض.
هذه الأشكال تعبر عن المجال المغناطيسي الأرضي. فنلاحظ أنه لو اعتبرنا هذه الأرض هي عبارة عن مغناطيس كبير، نلاحظ أنه عندنا خط الاستواء الجغرافي الاعتيادي هو غير منطبق مع خط الاستواء المغناطيسي. والمعروف بأن خط الاستواء المغناطيسي هو في منتصف المسافة بين القطبي المغناطيس. أيضا الشيء الآخر أنه المحور المغناطيسي يكون منحرف عن محور الدوران الحقيقي للأرض بمقدار 11.5 درجة كما موضح في الشكل اللي أسفل هذا. لاحظ أنه عندي magnetic south و magnetic north pole اللي هو يمثل على طول المحور المغناطيسي الأرضي. فنشوف عندي محور مغناطيسي أرضي اللي هو يمتلك شمال مغناطيسي وجنوب مغناطيسي، وعندي أيضا خط استواء مغناطيسي يختلف عن خط الاستواء الحقيقي اللي هو يمثل لي منتصف المسافة بين القطب المغناطيسي الشمالي والقطب المغناطيسي الجنوبي للأرض. وأما بالنسبة إلى محور الدوران للأرض اللي هو المحور الحقيقي، فنهايته هي تمثل لي الشمال الجغرافي أو الشمال الحقيقي للأرض والجنوب الحقيقي للأرض أيضا. والدوران يكون مثل ما مبين هو عكس اتجاه عقرب الساعة. فأيضا هنا تبين لي خطوط الفيض المغناطيسي، واللي أتمنى أنه نتخيل خطوط الفيض المغناطيسي بالأبعاد الثلاثية وليس بالبعدين، أي أنه مو مثل حالة أنه من نضع مغناطيس أسفل ورقة مثل ما شفنا هنا نشوف فقط بالبعدين، وإنما هناك أبعاد اللي هي تصير فوق الورقة وأسفل الورقة، أي أنه يكون أشبه بالغلاف الكروي اللي يحيط بالأرض بجميع الاتجاهات. طبعا بالنسبة للمجال المغناطيسي الأرضي الحقيقة أنه القطب المغناطيسي الجنوبي للأرض هو حيكون نورث، والقطب المغناطيسي الشمالي للأرض حيكون ساوث. وفي بعض الأحيان يكتبوه positive و negative، ولهذا نشوف أنه المقصود بالنيجاتيف أنه هنا في حالة إذا وجود مغناطيس آخر متأثر بمجال مغناطيس الأرض، فإن القطب الجنوبي إلا راح القطب الشمالي إلا هو اللي ينجذب نحو هذا القطب، فيسموه negative seeking أو الباحث عن القطب الشمالي، ولهذا يخلوا له إشارة negative، في حين هنا يخلوا له positive لأنه يبحث عن القطب الجنوبي أو positive seeking. وبالحقيقة هذا شكل مهم جدا، يعني هو يوضح لي كل المكونات للمجال المغناطيسي الأرضي. فنشوف من عندنا هذه هي الأرض، وعندنا بها محور الدوران الحقيقي، محور الدوران الحقيقي للأرض اللي هو نهايته تمثل لي الشمال الجغرافي للأرض، والنهاية الأخرى تمثل لي الجنوب الجغرافي للأرض، وعندي خط الاستواء الحقيقي أيضا اللي هو هذا الخط المتقطع، في حين أن المكونات المغناطيسية ما تنطبق، اللي هي عندي محور المغناطيسي للأرض اللي هو هذا اللون البنفسجي المتقطع مع نقطة. هذا المحور المغناطيسي ينحرف عن المحور الحقيقي للأرض بمقدار 11.5 درجة، 11.5 درجة الفرق بين محور الدوران الحقيقي للأرض والمحور المغناطيسي للأرض. بالنسبة لخطوط المجال المغناطيسي هي عادة تنبع من القطب الجنوبي المغناطيسي اللي هو Southern Magnetic Pole، وتصب القطب الشمالي. فنشوف الشمال المغناطيسي، وعدنا أيضا ما يدعى بخط الاستواء المغناطيسي. لاحظوا هذا الخطين اللي هو دبل لاين أو خطين مزدوجة، هذه تمثل لي خط الاستواء المغناطيسي اللي هو الماجنتيك
إكويتر، ونشوف أنه خط الاستواء المغناطيسي هو اللي يعبر، اللي مثل ما تكلمنا قبل قليل، هو منتصف المسافة بين القطب المغناطيسي الشمالي والقطب المغناطيسي الجنوبي، وهو لا ينطبق مع خط الاستواء الحقيقي للأرض، لا ينطبق مع خط الاستواء الحقيقي للأرض. أما بالنسبة لزاوية الميل المغناطيسي، احنا تكلمنا بأنه الإبرة المغناطيسية للبوصلة تشير إلى اتجاه القطب، لكن في الحقيقة هناك ميل إلى الأسفل أو إلى الأعلى لا نستطيع أن نلاحظه، وهذا الميل يمثل لي الماجنتيك انكلينيشن، نعبر عنه بهذه الخطوط القصيرة اللي نشوفها بالأسهم باللون الأزرق والبرتقالي. فنشوف أنه عندي تبدي طبعا من الماجنتيك اكويتر، تكون نعتبره هو قيمة الزاوية الميل إلى الانكلينيشن 0 درجة، وتبدي تتزايد كلما اتجهنا نحو القطب الجنوبي، فتصير بقيمة 90 درجة بوزيتيف زائد 90 درجة بالقطب المغناطيسي الشمالي، وتتناقص بالعكس بالاتجاه الآخر وتصير ناقص 90 درجة بالقطب المغناطيسي الجنوبي للأرض. في جنوب أفريقيا تبلغ تقريبا زاوية الميل المغناطيسي ناقص 64 درجة، في حين في النصف الشمالي للأرض تبلغ زاوية الميل المغناطيسي 67 درجة، وهي تساوي صفر، صفر أو أفقية تكون، لاحظوا هنا تساوي صفر في حالة وين؟ في حالة كون على الخط الاستواء المغناطيسي للأرض. بالنسبة لشدة المجال المغناطيسي تبلغ حوالي تقريبا 30,000 نانو تسلا عند خط الاستواء المغناطيسي للأرض، وتبلغ حوالي تقريبا 60,000 نانو تسلا عند القطب المغناطيسي الشمالي والقطب المغناطيسي الجنوبي. From the previous figure، هسه راح نجي نشرح هذا الشكل بالتفصيل، وهو شكل مهم جدا ويعبر لنا عن جميع المكونات للمجال المغناطيسي الأرضي المهمة اللي يجب نعرفها. From the previous figure, the Earth magnetic field, the geomagnetic field, notice that the southern and northern magnetic poles and the magnetic equator do not coincide with the geographic poles and the geographic equator. إذا عندنا من هذا الشكل اللي هو يمثل لي الجيوماجنتيك فيلد of the earth، راح نلاحظ انه عندي القطب الجنوبي والشمالي اللي هو الحقيقي اللي هو يكون على نهاية او طرف المحور دوران الارض الحقيقي، هو ما ينطبق مع الشمال المغناطيسي والجنوب المغناطيسي اللي يكون على أطراف المحور المغناطيسي للأرض. كذلك الحال بالنسبة لخط الاستواء، خط الاستواء الحقيقي للأرض لا ينطبق مع خط الاستواء المغناطيسي للأرض. Also notice that the magnetic field lines intersect the Earth's surface at different angles depending on the magnetic latitude, the blue, green lines and vectors. لاحظوا، ويقول أيضا أنه هاي الخطوط الأسهم هي تمثل لي الانكلينيشن أو زاوية الميل. زاوية الميل هذه تكون بشكل زوايا مختلفة تعتمد على الماجنتيك لاتيتيود أو خطوط العرض المغناطيسية، وخطوط العرض المغناطيسية تختلف عن خطوط العرض الحقيقية أو الجغرافية. خطوط العرض الجغرافية نبديها من خط الاستواء الحقيقي 0 درجة ونتزايد إلى 90 درجة نحو الأقطاب، في حين أنه الخطوط العرض المغناطيسية تبدي 0 درجة من منين نبديها؟ نبديها من خط الاستواء المغناطيسي.
وأيضا تزايد نحو الأقطاب إلى حد 90 درجة، لكنها تكون خطوط العرض المغناطيسية لا تنطبق مع خطوط العرض الجغرافية. The intersections angles, the intersection angle is called the magnetic inclination. Magnetic inclination is a plus 90 degrees at the magnetic north pole, red vector, and equals to plus 67 at the latitude of Germany, the yellow vector, zero at the magnetic equator, dark blue vectors, minus 64 at the latitude of South Africa, the orange vector, and minus 90 at the magnetic south pole, magenta vector. Adapted with هذا هو المصدر اللي هو ويلشكو and ويلشكو 1996 and مورستاين موريتسون 2013. كل هذا الكلام هو ده يحكي على الميل المغناطيسي اللي هي هذه الأسهم القصيرة واللي قلنا هي تعتمد على اليمن تعتمد على خطوط العرض المغناطيسية وليست الحقيقية. فلاحظ أنه عندي هذا اللون اللي هو بالأزرق الغامق عند خط الاستواء تبلغ قيمة الميل المغناطيسي صفر درجة، في حين في نصف الشمالي للكرة الأرضية في منطقة ألمانيا هذا الخط الأصفر تبلغ قيمة الميل المغناطيسي الـ I أو الـ inclination angle الـ I degree تساوي 67 درجة، في حين أنه في جنوب أفريقيا هذا السهم باللون البرتقالي تبلغ قيمة الميل المغناطيسي الـ I equals minus 64 degrees. أما عند الأقطاب المغناطيسية فعند القطب الشمالي المغناطيسي الميل المغناطيسي ممثل بهذا الخط الأحمر أو هذا السهم الأحمر، وهذا قيمته تبلغ زائد 90 درجة I equals زائد 90 درجة. وبالقطب المغناطيسي الجنوبي لاحظوا السهم اتجاهها أيضا للأسفل ومثل باللون البنفسجي وتبلغ قيمة الآي حوالي ناقص 90 درجة. هذا المصدر هو ويلشكو and ويلشكو 1996 اللي هو الخاص بهذا المرتسم، وهذا الكلام التفسير للمجال المغناطيسي وويلشكو and ويلشكو وموريتسون عام 2003. The magnetic intensity varies from 60,000 nanotesla near the magnetic poles to 30,000 nanotesla along the magnetic equator. تتراوح الشدة المغناطيسية للأرض بين 60,000 نانوتسلا بالقرب من الأقطاب المغناطيسية، يعني بالقرب من الأقطاب المغناطيسية الشمالية والجنوبية تبلغ القيمة لشدة المجال المغناطيسي 60,000 نانوتسلا، في حين بالقرب من خط الاستواء المغناطيسي تبلغ الشدة المغناطيسية للأرض حوالي 30,000 نانوتسلا. The magnetic fields of geological bodies are superimposed on the background of the Earth's main field. غالبا ما يتم مطابقة المجال المغناطيسي للأجسام الجيولوجية اللي مدفونة في القشرة أو صخور القشرة الأرضية على قاعدة تمثل المجال المغناطيسي الرئيسي للأرض. Variations in magnitude and direction of this field of the field influence both the magnitude and the shape of the local anomalies. إذا التغيرات اللي تحصل بشدة أو قدرة ومع اتجاه المجال المغناطيسي الأرضي
كلاهما راح تأثر على شدة واتجاه المجال المغناطيسي الخاص بالأجسام الممغنطة المدفونة في باطن الأرض. وقلنا الأجسام الممغنطة المدفونة في باطن الأرض ممكن أن تكون أجسام تحمل معادن قابلة للتمغنط، تكون من النوع الفيرومغناطيك والبارامغناطيك، واللي تكون بها الحساسية المغناطيسية عالية بحيث يحصل فيها ما يدعى بالإنديوس ماجنتيزم أو المغناطيسية المحدثة. طبعا هاي المغناطيسية المحدثة اللي موجودة بهاي الأجسام راح تضيف تأثير على المجال المغناطيسي الرئيسي للأرض، ومثل ما راح نشوف ومن نستمر بالمحاضرات الخاصة بالمغناطيسية. In geophysics, the terms north and south used to describe polarity are replaced by positive and negative. The direction of the magnetic field is conventionally defined as the direction in which a unit positive pole would be moved, but since all things are relative, geophysicists give little thought to whether it is the north or south magnetic pole that is positive. إذن مثل ما هو معروف جغرافيا احنا نقول الشمال الجغرافي والجنوب الجغرافي، الشمال الجغرافي للأرض والجنوب الجغرافي للأرض. بالطريقة المغناطيسية احنا بالنسبة لنا نقول البوزيتيف والنيجاتيف، البوزيتيف والنيجاتيف، ومثل ما شفنا بهذا المرتسم عندنا قطب بوزيتيف اللي هو بوزيتيف سيكينج اللي يبحث عن القطب الجنوبي لمغناطيس متأثر بالمغناطيس الرئيسي للأرض، والنيجاتيف بول اللي هو يبحث عن القطب الشمالي لمغناطيس متأثر بالمجال المغناطيسي للأرض. وهذا المغناطيس المتأثر بالمجال المغناطيسي للأرض هو ممكن أن يكون خام لمعدن مدفون في باطن الأرض، أو معدن مدفون في باطن الأرض هو ممغنط بشكل يعني محتف، مغناطيسية محدثة متأثر بالمجال المغناطيسي الأرضي. ولهذا فإن من نقول متأثر بالبوزيتيف أو النيجاتيف يكون شيء نسبي وليس ولا يعتمد على الاتجاه الشمال الجغرافي التقليدي المستخدم بالاتجاهات. The Earth's main magnetic field originates in electric current circulating in the liquid outer core, but can be largely modeled by a dipole source at Earth's center. إذن مثل ما تكلمنا بأنه المجال المغناطيسي الرئيسي للأرض أين يتولد؟ يتولد من التيارات الكهربائية اللي تمر في بدوامات الماجما الموجودة باللب الخارجي للأرض بالأوتر كور. ولكن ممكن انه نعمل موديل، ومثل ما تكلمنا بالمحاضرة الماضية نعمل موديل خاص بالمغناطيس الرئيسي للأرض بحيث يكون هو عبارة عن مغناطيس ثنائي القطب، ومثل ما شفنا شلون انه عنده محور وعنده شمال مغناطيسي وجنوب مغناطيسي وخط استواء مغناطيسي، وهذا خط الاستواء المغناطيسي يمر أين يمر بمركز الأرض. Distortions in the dipole field extending over regions thousands of kilometers across can be thought of as cause of relatively small number of subsidiary dipoles at the core mantle boundary. إذا عندنا بعض التشويشات اللي تحصل بالمجال المغناطيسي للأرضي على مقياس كبير يمثل لألوف الكيلومترات،
هذا التشويش اللي يحدث بالمجال المغناطيسي الرئيسي للأرض سببه هو subsidiary dipoles أو ما يسمى ب مغانيط فرعية أو ثانوية موجودة داخل الأرض في منطقة الكور مانتل أو اللوب جبة، وتأثر بشكل ثانوي على المجال الرئيسي للأرض، لكن بالمقياس الكبير ممكن فقط أن نشخصها اللي هو ألوف الكيلومترات، وبالمقياس الصغير لا يمكن أن نشخصها. The variations with latitude of the magnitude and direction of an ideal dipole field aligned along the Earth's spin axis are shown in the following figure. Note that near the equator, the dip angle change almost twice as fast as the latitude angles. إذن عندنا التغيرات اللي تحدث بشدة أو مقدار المجال المغناطيسي واتجاهه بالقرب من محور دوران الأرض اللي هو أو على المحور المغناطيسي للأرض، ممكن أن نشوفها بهذا الشكل، ونلاحظ أنه هناك تغاير. يعني إذا أخذنا على هنا نقول الفيلد جريدينت بالنانو تسلا بالكيلومتر اللي هو التدرج بالمجال المغناطيسي، ماخذه كسكيل 0 2 4 6، في حين هنا ماخذ الديب انجل بالنسبه دجري ماخذها باتجاه الشمال المغناطيسي وباتجاه الجنوب المغناطيسي. لاحظوا هنا لاتيتيود دجري والديب انجل دجري. هنا اللاتيتيود اللي مقصود بها الماجنتيك لاتيتيود، والدب هي الانكلينيشن انجل. فنشوف انه تزايد القيم مع تزايد الفيلد جريدينت اللي هو التدرج من المجال المغناطيسي، نشوف انه يزايد مع زيادة زاوية الميل المغناطيسي وزيادة أيضا خط العرض، ويصل إلى مرحلة المنتصف هنا 30 درجة، ويبدي مرة أخرى بالنزول مرة أخرى، يتزايد ويرجع مرة أخرى ينزل. وأيضا بالنسبة للديب أنجل اللي هي زاوية الميل، أيضا راح نلاحظ المغناطيسي راح تزايد مع زيادة الميل المغناطيسي وأيضا خطوط العرض. The figure above shows the variation in intensity, dip, and gradient for an ideal dipole aligned along the Earth's spin axis and producing a polar field of 60,000 نانو تسلا. إذن هذا هو يمثل لي الشكل، هو التغير في شدة المجال المغناطيسي واللي هو هذا الكيرف اللي ما كاتب عليه شيء، التغير في شدة المجال المغناطيسي مع لجسم نعتبره هو جسم الأرض نفسه، ومع التغير بزاوية الميل المغناطيسي وأيضا مع خطوط العرض المغناطيسية، ويبلغ في أقصى قيمة له هي نانو بهالمكان إلى 6000 نانو تسلا عند القطب المغناطيسي. To explain the Earth actual field, the main dipole would have to be inclined at about 11 degrees to the spin axis, and thus neither the magnetic equator, which links points of zero magnetic dip on the Earth's surface, nor the magnetic poles coincide with their geographic equivalents. See the following figure. إذن بهيجي حالة نستنتج أنه عندنا محور المغناطيسي للأرض لا ينطبق مع محور دوران الأرض، وإنما هناك زاوية قدرها 11 درجة بين المحور الحقيقي لدوران الأرض والمحور المغناطيسي للأرض. كذلك في نفس الوقت أنه لا يوجد تطابق بين المجال العفو الخط الاستواء المغناطيسي وخط الاستواء
الحقيقي للأرض. The North Magnetic Pole in the Northern Canada and at the South Magnetic Pole is not even on the Antarctic continent, but in the Southern Ocean at about 65 degrees south, 138 degrees east. Differences between the directions of the true and magnetic north are known as the declinations. Presumably because a compass needle ought to point north but declines to do so. إذا المجال المغناطيسي أو القطب المغناطيسي الشمالي للأرض هو موجود في كندا، وأيضا القطب الجنوب المغناطيسي موجود في القارة المنجمدة الجنوبية، يعني بالقطب الجنوبي للأرض. لكن بالحقيقة من نجي ندرس القطب المغناطيسي للأرض نلقاه بأنه موجود 65 درجة إلى 138 درجة، وهناك اختلافات. وطبعا القطب المغناطيسي الأرضي ليس ثابت وإنما متغير وفي حالة تحرك. تقريبا كل 5 سنوات نقدر نلاحظ أنه أكو فد تغير بمواقع الأقطاب المغناطيسية، لأنه أقطاب الأرض المغناطيسية راح تعتمد على تيارات الماغما الموجودة بالأوتار كور. ولهذا بما أنه الأرض في حالة حركة وهذه التيارات تكون في حالة تغير، إذا بهيج حالة أيضا الأقطاب المغناطيسية هي في حالة تغير. يعني على سبيل المثال الأقطاب المغناطيسية بالوقت الحالي متغيرة، يعني الموجودة تتجه نحو سيبيريا، في حين أنه بالسابق كانت تميل إلى أنه موجودة باتجاه يم كندا. إذا الأقطاب المغناطيسية ليست ثابتة. أيضا الأبرة المغناطيسية اللي هي أبرة البوصلة هي ليست فقط تشير إلى نحو الأقطاب، وإنما هناك الميلان اللي هو الانكلينيشن اللي يكون الاتجاه الأبرة إلى الأسفل أو إلى الأعلى، وليس باتجاه الأفقي تشير الأبرة. وهذا الميل المغناطيسي عبرنا عنه بخطوط العرض المغناطيسية اللي هي الماجنتيك لاتيتيود. لاحظوا عندنا هاي خارطة، وطبعا هاي الخارطة تتغير كل 5 سنوات اعتمادا على التغير اللي يحصل بالكومبوننتس للمجال المغناطيسي الأرضي. الخارطة هاي شنو بيها المكونات؟ لاحظوا ماجنتيك ديب، طبعا هاي خارطة العالم وتعكس لي ماجنتيك ديب اللي هو الكونتينيوس لاينز فاليوز ان ديجريز. لاحظوا بيها خطوط كونتورية مستمرة، هذه الخطوط الكونتورية المستمرة تمثل لي خطوط الميل المغناطيسي، خطوط الميل المغناطيسي اللي هي تمثل لي قيمة الانكلينيشن انجل اللي هي الاي بالدجري. ولاحظوا انه الانكلينيشن انجل بخط الاستواء المغناطيسي، لاحظوا اللي هو هذا الخط الكونتوري الغامق اللي قيمته صفر، تكون القيمة صفر لآي تساوي صفر اللي هي قيمة زاوية الميل المغناطيسي تساوي صفر اين عند خط الاستواء المغناطيسي، وتتزايد بالموجب باتجاه الشمال المغناطيسي وتوصل الى حد 90 درجة، وتتناقص بالسالب باتجاه الجنوب المغناطيسي وتوصل الى ناقص 90 درجة عند القطب الجنوبي. اما الاند ماجنتيك انتنسيتي اللي هي دوتد لاينز فاليوز ان ثاوزندز اوف نانو تسلا، هاي الخطوط الكونتورية الثانية هي اللي تكون بالشكل المنقط، هي تمثل لي شدة المجال المغناطيسي الأرضي. شدة المجال المغناطيسي الأرضي لاحظوا هنا ما أخذها 40 و30، لكن هي بالحقيقة هي 40 ألف 30 ألف
لأنه هي الـ values بالـ thousands of نانو تسلا. فنشوف أنه أيضا شدة المجال المغناطيسي توصل إلى 60,000 ماكسيمم بهالمكان اللي هي قريبة من القطب الشمالي، و 60,000 أيضا أين بقطب من القرب من القطب الجنوبي، وتوصل 30,000 وين بالقرب من خط الاستواء. هذه الخارطة مثل ما قلنا هي مو ثابتة، وإنما هي خارطة تتغير، وقلنا لأن السبب أنه مواقع الأقطاب راح تتغير، لأنه كل فترة كل تقريبا 5 سنوات تسوي لها أبديت وتتحدث هذه الخارطة، لأنه المجال المغناطيسي الأرضي دا يعتمد على من؟ دا يعتمد على تيارات الماغما وما تولده من مجال مغناطيسي في الأوتر كور أو اللب الخارجي للأرض. Deep angles estimated from the global map, the previous figure, can be used to obtain rough estimates of magnetic latitudes, and hence using the last previous figure of original gradients. إذا زوايا الميل مثل ما تحدثنا عنها اللي هي الانكلينيشن انجل ممكن ان نستخرجها من هذه الخارطة، ومثل ما قلنا هذه الخارطة هي تمثل لي التدرج الاقليمي اللي يحصل مع خطوط العرض المغناطيسية للأرض. This approach is useful in determining whether a regional gradient is likely to be significant, but gives only approximate correction factors because of the existence of very considerable local variations. إذا هاي الطريقة لرسم هذه الخرائط أو الكشف عن التدرج الإقليمي في المجال المغناطيسي الأرضي تعطي تصحيح بسيط المكونات او العوامل المكونه للمجال المغناطيسي الارضي اللي هي الانكلينيشن انجل والديكلينيشن انجل والانتنسيتي، وهناك خرائط اخرى للهوريزونتال كومبوننت والفيرتيكال كومبوننت ايضا راح تمثل لنا كل حتمثل لنا المجال المغناطيسي بالمقياس خلينا نقول الاقليمي او تعكس لي التدرج الاقليمي بشدة المجال المغناطيسي. أما في حالة إذا إحنا نبحث على مقياس صغير فإنه التغيرات راح تكون غير شكل أو تكون محددة في أماكن أو مساحات أصغر. Gradients are roughly parallel to the local magnetic north arrow so the corrections have east-west as well as north-south components. إذن التدرجات اللي هي غالبا ما تكون لاحظها تكون موازية للمجال المغناطيسي الأرضي الرئيسي، ولهذا شوفها بأن التغيرات هي عبارة عن بالإيست-ويست وأيضا بالنورث ساوث في أغلب الأحيان، وهي موازية للمجال أو لعناصر المجال المغناطيسي الأرضي. In a ground survey where anomalies of many tens of nanoteslas are being mapped, regional corrections would generally amount to only a few nanoteslas per kilometers are often neglected. يعني من احنا من نقوم بمسح مغناطيسي ارضي لمنطقة معينة قد تكون مثلا 200 كيلو متر مربع ما تعتبر مثلا هذه اقليمية، ما يعتبر مسح اقليمي، ولهذا التغيرات اللي تصير هي عبارة عن القليل من النانو تسلاز بالكيلومتر الواحد، يعني التدرج يكون قليل، ولهذا تأثير هالتدرج غالبا ما يحدث
لكن إذا كان عندي مساحة كبيرة تغطي لي مثلا بلد كامل أو مثلا خلينا نقول نص العراق أو بيجي حالة، راح لا راح آخذ بنظر الاعتبار الـ regional gradient أو التدرج يسموه الإقليمي في المجال المغناطيسي الأرضي. هاي بالنسبة للمحاضرة الثانية بالطريقة المغناطيسية، أتمنى أنه تكون المعلومات مفيدة، وشكرا لأصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.